الهزات الارتدادية التي تضرب هاتاي مستمرة منذ الصباح، وشعرنا بها يعني تقريبا كل نصف ساعة إلى 40 دقيقة هناك هزة ارتدادية. كنت يعني صعدت إلى جسر مشاة لتصوير مشهد وشعرت به جدا، هذه شعرت بها جدا هذه الهزة الارتدادية. نحن لا نزال في وسط المدينة، وهذا المبنى الذي يظهر أمامك على الشاشة له قصة، بأنه اليوم تم إخراج 10 أشخاص منه، أحدهم كان على قيد الحياة، ولا تزال عائلات بأكملها محاصرة تحت هذا المبنى، من ضمنها عائلة مغربية لم تخرج حتى هذه اللحظة، وهم الآن يعني يسابقون الزمن، لأنه بما أنه خرج شخص على قيد الحياة كانوا منذ قليل أيضا طلبوا منا أن نخفض الأصوات، لأنهم على ما يبدو استمعوا إلى أصوات ناس ناجين. هم يعني الآن شاهدناهم يخرجون أغراض وحاجيات لأسر على ما تشبه كانت غرفة نوم أطفال، أخرجوا منها أكياس وأمور أخرى. هذا المشهد خالد في هاتاي يتكرر اليوم، أعداد المنقذين والفرق الإنقاذ تتزايد بشكل كبير جدا، وهنالك تعزيزات كبيرة لأنه حجم الدمار لا يزال هائل جدا. هم هذه البناية تحديدا الآن جل الاهتمام يتركز عليها، لأنها لم يكن العمل قد بدأ بها، وبالتالي هنالك عائلات، ومن المؤكد أن هنالك عائلات لا تزال محتجزة تحت هذه الأنقاض، وكما قلت لك من ضمنها عائلة مغربية. المفيد جدا والمهم جدا والذي يبعث إلى الأمل أنهم استخرجوا اليوم شخصا من هذه البناية على قيد الحياة، وهذا مهم خالد. صحيح. هذا يعني يجعلنا نعود إلى سؤال الزمن والوقت والأيام، وكم يستطيع الإنسان أن يمكث ويقاوم تحت الأنقاض. هذا شيء مهم وسعيد جدا، وبالتالي هنالك إمكانية، لأنهم منذ قليل كما قلت لك سمعوا أصوات أشخاص تحت الأنقاض أو إشارات معينة، وطلبوا من الجميع أن يخفض صوته. كما تلاحظ العملية صعبة وليست سهلة، الآليات الثقيلة تدمر الأسقف الخرسانية الكبيرة، وبالتالي فرق الإنقاذ تعمل. هم يعني أنت يعني لا أدري إن كنت تشاهد الصور بدقة وما يحدث، العملية مضنية ومتعبة جدا. طبعا هذا المبنى هنالك مئات المباني التي الآن يطلبون منا خفض الصوت، الآن طلبوا منا خفض الصوت خالد، لأنه هنالك على ما يبدو صوت أحد الناجين تحت الأنقاض. أنا سأستمر في الحديث ولكن سأخفض صوتي جدا. كما تشاهد أغلقوا يعني أوقفوا جميع الآليات العمل، وهم يستمعون الآن إلى صوت أحد الناجين. طيب. من تحت الأنقاض هذا في هذا المبنى. أكرر خالد بأنهم اليوم أخرجوا شخصا على قيد الحياة وكان في صحة جيدة، وأخرجوا 9 أشخاص آخرين كانوا توفوا ورحلوا، وهنالك عائلات بأكملها لا تزال تحت هذا المبنى، من ضمنها عائلة عربية مغربية. طيب إذا سأتابع أنا هذا المشهد. ربما أنت لا تستطيع الحديث بشكل طبيعي أو واضح الآن بسبب استمرار هذه الجهود والطلب أيضا بخفض الصوت. هذا هو أحد المباني المحطمة والمدمرة ضمن عشرات أو مئات أو آلاف المباني التي دمرت جراء هذا الزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا. هاتاي هي إحدى هذه المدن التي كان حجم الدمار فيها كبيرا. الفرق الإنقاذ الموجودة الآن تحاول قدر الإمكان أن تصل إلى ناجين. زميل عمار الهندي من خلال متابعته قال أو أشار إلى أن جهود الإنقاذ نجحت في انتشال 10 أشخاص، منهم ناج واحد، وأن الفرضية التي يتم عليها الآن ما زالت هي فرضية يعني العثور على ناجين الآن. وحسب ما ذكره أيضا زميلنا المتواجد في المنطقة أمام هذا المبنى أمام هذه الجهود عمار، يتحدث عن صوت سمعته هذه الفرقة وتحاول الآن أن تزيل الكتل الخراسانية.